التعريف بسوق الكتاب والنشر في إيطاليا وتوطيد العلاقات التاريخية مع الجزائر من أهم المحاور الحاضرة في الجناح الإيطالي لصالون الجزائر الدولي للكتاب هذا العام الذي تنزل فيه إيطاليا كضيفة شرف. اليوم سنقدم عرضا حول السوق الإيطالية لإعطاء فكرة حول قطاع النشر بإيطاليا في كل ما يتعلق بالنشر التقليدي والكتاب الإلكتروني، وهما فرعان ينموان في إيطاليا. كما سنقوم بالتركيز على المنشورات الخاصة بالأطفال لأنه فرع جد مهم. توجد في إيطاليا العديد من الصالونات كصالون روما يتعلق بالنشر الصغير والمتوسط الحجم، وفي المستقبل سيكون هذا جد مهم بالنسبة لحضور الجزائر لاكتشاف هذا النوع من المنشورات. راح تكون اتفاقية بهذه المناسبة بين نقابة الناشرين الجزائريين سنال وجمعية الناشرين الإيطاليين، لأن ما ننساوش أن إيطاليا صديقة تاريخيا وثقافيا واقتصاديا، ولهذا احنا نركز باش نعمل الشراكة مع إخوان إيطاليين ما يخص النشر والطباعة. إيطاليا وحرب التحرير الجزائرية للكاتبة برونا بنياتو، واحد من بين المؤلفات التاريخية التي حجزت لنفسها مكانا في رفوف الجناح الإيطالي، سيما وأن المعرض يتزامن مع ستينية الاستقلال. كما الليفر فوندي سو لا دوكومونتاسيون داشيف il y a bien sûr la personnalité d'Enrico Mattei et les archives de l'ENI, c'est-à-dire de l'entreprise que Mattei présidait, montrent très bien comment pour Mattei était important que l'Algérie devienne indépendante le plus tôt possible. عرض المؤلفات حول العلاقات التاريخية الجزائرية الإيطالية وخاصة تلك المدعمة للثورة التحريرية سيستمر إلى غاية اختتام الصالون من خلال تقديم عدة محاضرات وندوات.